بوكيريني موسيقار مسكين. ولد في إيطاليا قبل 200 عام وعاش فيها 30 سنة، ثم رحل إلى إسبانيا وعاش 30 سنة أخرى، ثم مات فقيرا بعد أن كانت سقطت منزلته عند حاكم البلاد. وبوكيريني مسكين لسبب آخر، فقد كتب نحو 300 عمل، ولكن الأجيال اللاحقة وحتى يومنا هذا رفضت أن تخلد له سوى قطعة صغيرة طولها أقل من 4 دقائق. هذه القطعة وسنسمعها الآن هي خماسية وترية فيها آلتا كمنجة من أصغر حجم وآلة فيولا وهي الكمنجة الأكبر قليلا وآلتا تشيلو وهو الكمان الذي يوضع على الأرض ويعزف عليه العازف جالسا. هذه الآلات الوترية الخمس تعزف خماسية لويجي بوكيريني الوترية المشهورة.